تقول الحكمة السومرية تحكم بفمك واحترس من كلامك. ألا أنت شلونك بساعات الغضب؟ أنت منفعلة؟ شنت تتجاوزين الأشياء؟ شنت نعم شنت من شنت بمراحل عمرية أصغر شنت أنفعل نعم وما أسيطر على نفسي زين. لكن بعدين بمرور التجارب اكتشفت أنه أكو هواية ناس ما بالضروري أفقدهم لأنه في هذه اللحظة كانت عصبية. نعم. لكن ولحد الآن أحياناً تفلت من عندي الأمور. بالنهاية إحنا بشر، مو دائماً نحكم سيطرتنا، لكن قدر الإمكان أمرن نفسي أنه أحكم الموضوع، أنه ما أفوت بالغلط، ما أخلي العصبية تسيطر علي. من أكون عصبية قدر الإمكان ما أتواجه لحد ما أهدأ.